السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده بقى أول نموذج موديل مجاني بالكامل، يعني بتعمل موسيقى وصورة وفيديو بالذكاء الاصطناعي بخطوات سهلة جدا من خلال الديسكورد. طيب خلينا نقول له احنا عايزين نبدأ. اهو هتقول له بقى جوين اس اون ديسكورد او لوجن من خلال الديسكورد زي ما انت عايز. ده الديسكورد. الديسكورد ما بيعملش حاجة، بصوا عشان نبقى عارفين، الديسكورد ما بيعملش حاجة. الموقع اللي احنا داخلين عليه دوت اللي هو فول جورني، هو ده اللي بيعمل. فول جورني واخد مساحة او واخد صفحة على الديسكورد عشان في ناس كتيرة بتتلخبط بينهم. الديسكورد ده منصة لان انتوا تتكلموا مع بعض، تدردشوا مع بعض، الحاجات دي كلها. فالديسكورد دي حاجة والبرامج اللي موجودة عليه حاجة تانية. هتلاقي حتى ان انا مسطب او مشترك في صفحات كتيرة جدا، ادوب فاير فلاي، اوبن اساسن، بلو ويلو، ستوك ايميج، وهكذا. ليوناردو ده من افضل الحاجات. طيب هدخل هنا في الفيديو جنريشن وقول له بقى ايه اللي انت عايز تعمله. تمام، بيقول لي في حاجه لازم تظبطها، ان انا موافق على الاتفاقيه. تمام. بصوا الناس بتكتب تكست، والتكست ده بقى يتحول يعمل لك ليه الموسيقى بتاعته والصوره والفيديو وكل حاجه. تمام. طيب خلينا نيجي هنا. تقدر بقى تقول له اعمل لي ميك، اعمل لي حاجه معينه، هيعمل لك مثلا صوره، وقول له اعمل لي موفي، اعمل لي ميوزك، اعمل لي انت عايز. طب خلينا نقول له اعمل لي موفي. تمام، اكتب له بقى التكست اللي انت عايزه بأدق التفاصيل. كل ما بتديله تفاصيل معنى كده ان هو هيعمل لك صورة افضل. تمام. طيب يعني بص تعال نشوف الفيديو اللي معمول. مثلا خلي بالك حط الميوزك وعمل لك فيديو وكل حاجة. تمام، يعني اكتب له انا عايز اشوف سندريلا وهي موجودة مثلا في غابة خضراء وفي وحش بيطاردها. اكتب الوصف اللي انت عايزه وهو يبدأ يعمل لك فيديو. تمام، هو بيعمل فيديو حتى الان 12 ثانية. ليه 12 ثانية؟ لانها ببلاش والضغط عليه والحاجات دي كلها. لكن المفروض ان هو ما عندوش مانع يعمل لك حاجة اعلى بكده بكتير لما تكون بفلوس. يعني 12 ثانية دي لغاية دلوقتي اللي موجودة او متاحة، لكن ان شاء الله في المستقبل تقدر تعمل فيديوهات كاملة او فيلم كامل. بقى تقدر تقول له اعمل لي ميوزك، يبدا يعمل لك ميوزك من الذكاء الاصطناعي من خلال الكلمات اللي انت تديها له. 30 ثانية ميوزك، 30 ثانية مؤثرات صوتية. تقدر تحط اي مؤثرات صوتية انت عايزها، وتقدر تعمل الصور. يعني انت هتعمل عايز تعمل صور اعمل، عايز تعمل فيديو اعمل، عايز تعمل ميوزك اعمل، كل ده متاح. ميوزك او موفي زي ما انت عايز، واكتب له بقى اي تكست انت عايزه. بص هو بياخد وقت بس على ما يعمل الحاجة، انما ايه يعني نصبر عليه شوية. طيب ممكن ايه ده؟ مثال بيراميدز. ماشي. بص تعالى نشوف السفينة دي. طبعا لو ببلاش الناس كلها بتشوف الشغل بتاعك وتشوف اللي انت تقدر تشوف الناس كلها، لكن لو بفلوس بيبقى في اختيار ان محدش يشوف غيرك وهكذا.
يعني موضوع ان انت بقى تعمل خدعة سينمائية مبقاش بقى ان انت محتاج تعمل حاجة هاي، لا ده خلاص انت بتكتب بس تكست تلاقي حاجة اتعملت. وفي كمان حد فيهم اداهم زي فيديو ينتجوا من خلاله او يعني يبنوا عليه. طبعا بداية يعني زي اي حاجة بتبدأ، ومرة واحدة بتبدأ انها تطور بشكل رهيب زي ما فاكرين ميد جورني في اول اصدار رغم ان هو الانبهار، لكن حاليا اصبح فرق كبير جدا. يعني الميد جورني ظهر مثلا من سنة، خلال السنة ديت المنتج دلوقتي احسن 100 مرة من المنتج اللي كان من سنة. برضه الفيديوهات هتتحسن بشكل رهيب جدا لان هو بيتعلم من الفيديو اللي انت بتطلبه منه، وبيتعلم لما تديله فيدباك، وبيتعلم من ان انت عجبك الفيديو ده ولا قلت له اعمل عليه تعديل. فهو بيعمل تغذية عكسية بشكل حلو قوي كأنه مثلا مطعم، وبياخد اراء الناس وبيبدأ ان هو يطور نفسه في الاكل ويشوف الناس عايزة ايه. فهتلاقي ممكن بعد كده تعمل فيديو كامل تديله مثلا سيناريو تمام، ويبدأ هو يعمل لك فيديو كامل. فتخيل مثلا مجرد ان انت تدخل على الموقع وتقول له خد الثلاثية بتاعت نجيب محفوظ واعمل لنا بقى انت ايه الفيلم كامل تمام. هنا الراجل كتب كلمتين تلاتة يعني، بس هو كتب رياليستيك وهاي ديتيلز وحاجات زي كده. اكتب بقى اللي انت عايزه، يعني مفيش حد يقولك انت بتكتب ايه. اكتب بقى كل الوصفة اللي انت عايزه، التفاصيل، عايز شعره اصفر عينيه سودا زي ما انت عايز يعني. وبالتوفيق، واكتبوا لنا النتائج بتاعكم. لو عندكم موقع حلو زي كده يا ريت تشاركوها معانا في التعليق.